متى تزعل من نفسك؟ أجاوب؟ أي من حقك؟ أزعل من نفسي وايد لما أنسى أنا منو. والله العظيم أزعل من نفسي لما أنسى إش كثر أنا أقدر أأثر في حياة الإنسان اللي قدامي، وإش كثر أنا أستحق تقدير أكثر من اللي قاعد يوصلني. أزعل من نفسي لما أعطي أكثر مما أخذ. أزعل من نفسي لما أتوقع الكثير وقاعد أبني توقعاتي على الهوى وأنا ما أدري إذا هذه التوقعات راح تصيب ولا تخيب. أزعل من نفسي لما أنصح إنسان نصيحة أنا محتاج أني أسمعها وأطبقها. أزعل من نفسي وايد لما أزعل إنسان قريب مني، أقصر بحقه وأحس أني أنا نهائيا ما قاعد أعطي اللي هو يستاهله، وبالمقابل وجهت كل العطاء والمحبة لبني آدم منكر حسنه ومو كفو. يا جماعة نزعل من نفسنا إذا أولوياتنا كانت مو مرتبة عدل. نزعل من نفسنا إذا ما قمنا نطالع عدل بالدنيا ونشوف من الصح ومن الخطأ. ساعات تكون الإجابات الصحيحة قدام عيونك ولكن أنت تختار بأنك تغض النظر. ساعات تكون الراحة موجودة بين يدينك ولكن أنت تختار التعب. ساعات الناس الصح كلهم محاوطينك لكن أنت تختار أنك تكون وحيد. ليش؟ لأنك دائما وأبدا تنسى منو أنت، وش كثر لك حق على نفسك، وش كثر تقدر تعطي، وش كثر تقدر تسوي. حب نفسك يا أخي. أزعل من نفسي لما أنسى شلون أحب نفسي، لما أنسى شلون أقدرها، لما أنسى شلون أعطيها اللي هي تستحقه. شيء يزعل وأزعل منها وايد، أزعل من نفسي أني ما فكرت شلون ممكن اليوم أبتسم ابتسامة أنا محتاجها، أقضي وقتي مع بني آدم أحبه، أسمع أغنية ممكن أن هي تستفز كل الأشواق فيني، أروح أقعد بمكان يريحني. ليش دائما أهما 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 أهما؟ ليش دائما رضاهم محبتهم عدم زعلهم؟ ليش دائما شايل مسؤوليتهم ومتحمل ضغوطاتهم؟ أنا متى دوري؟ أنا متى راح أحب نفسي؟ أنا متى راح أقدرني؟ طيب أنا ليش دائما أقول حاضر والسم وتم وعيوني المركبة؟ متى بقول طلبتك وأبي وبخاطري وسولي؟ ليش دائما أنا اللي أجيب ولا عمري أنا اللي طلبت؟ ليش؟ شيء يزعل من نفسك ولا لا؟ لما تكون هايم وناسي نفسك في هواهم وعبالك بأن هذا الحب الصحيح، بأن أنت تصير إنسان آخر عشان عينهم بس، خلقوا منك شخص هم يبون يشوفونه وانت ما رويتهم ذاتك الحقيقية. إياك والوقوع في هذا الفخ. تزعل من نفسك وايد، والله العظيم تزعل من نفسك وايد لما تكون أنت مو أنت، أنت صرت الشخصية اللي هم يبونها عشان تتوالم مع حياتهم. طيب إحساسي، طموحي، أحلامي، اللي ضايقني، اللي ريحني، ليش ما قاعد أقوله؟ ليش ما قاعد أفرضه؟ ليش ما قاعد أعطيكم إياه تسمعونه؟ إلى هنا وبس، زعلت من نفسي بما فيه الكفاية وصار دوري أني أراضيني بما أن كلكم شاليدة من هذا الموضوع وكل واحد فيكم قرر بأنه هو يقول إحنا موجودين، كأن هذا هو سبيل الرضا الوحيد حقي. آسف أنا اللي أعطيتكم هذه الصورة، واليوم صار دوري أنا أراضي نفسي الحزينة لابسة أسود وقاعدة بروحها في مكان مظلم كئيب، حتى قهوتها باردة متضايقة، عيونها نعسانة، ودها تنام مرتاحة، ودها من يلملمها، ودها تلاقي ذاك الصوت اللي يقول لها أصحي أحبك أنا موجود عشانك. يا نفسي أنا زعلان وايد، صار الوقت أني أراضيني وأراضيك، صار الوقت أني أذكرك بأن مكانك مو هناك، مو في ركن ولا زاوية مهملة مغبرة كئيبة، أنت مكانك فوق، أنت راس، أنت اللي بيطالعك يرفع نفسه لازم عشان يكون في حياتك. أقدرك أحبك يا نفسي. زعلت، زعلت وايد منك وزعلت وايد علي لأني ما رسمت لك الطريق الصحيح، لأن أنت تعيشين صح. اليوم لما كنت بشوف منو بيراضينا أنا معك اكتشفت أن مالنا إلا بعض. اليوم أنا أوقف وياك. أزعل من نفسي وايد لما أنا ما أعطيك اللي أنت تستحقينه. أزعل من نفسي وايد لما أدري بأني أنا أستاهل أكثر. إلى هنا وينتهي كل الكلام ويبدأ وقت التنفيذ. خليني أخذك بديني، بما أن الكل عجز أنه يراضيني وأنا اليوم زعلان على هذا الموضوع، أنا وياك أنت راضة وصعدش هذا السلم على كرسي جدا فخم مخملي ملكي
راقي في راس هذا السلم. أنت راس، أنت قمة، تحتاج أشخاص حقيقيين أن يعتلونها، تحتاج طموحات واضحة بالقرب منك. أنتي نفسي، أزعل من نفسي وايد لما أهملها كثر كل ما قلت، واليوم صار الوقت أني أراضيني وأراضيها. وإلى كل شخص زعلني من نفسي بدال لا يحببني فيها أقول له شكراً، تسلم وما قصرت.